معكم من جديد. قطار الاعتقال والمطاردة يتواصل تجاه قيادات تحالف دعم الشرعية، فبالأمس القريب اعتقلت قوات الأمن الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال، وبعده بساعات تم اعتقال الدكتور مجدي قرقر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية. واليوم ألقي القبض على 5 من قيادات التحالف، بينهم الدكتور صفوة عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية السابق لحزب البناء والتنمية، وألقي القبض أيضا على عدد من قيادات الجماعة الإسلامية. الغريب أن المتحدث العسكري الجديد ذكر في صفحته على الفيسبوك أن المقبوض عليهم قيادات إخوانية رغم انتمائهم جميعا للجماعة الإسلامية، التي اعتبرت هذا الاعتقال خطوة نحو اتساع الغضب ودخول البلاد إلى نفق مظلم. فما هو الهدف من هذا التصعيد؟ وهل هو محاولة لدفع شباب التيار الإسلامي المعتدل للانخراط في العنف، أم أن الهدف هو إجبار الرافضين للانقلاب على قبول تسوية إذعان والاعتراف بالأمر الواقع؟ في إطار التضييق الذي تمارسه سلطات الانقلاب في مصر على قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية وقمعها للمعارضة، اعتقلت قوات الأمن 3 من قيادات تحالف دعم الشرعية، وهم صفوة عبد الغني وعلاء أبو النصر وطه الشريف، مع 2 آخرين هما رمضان جمعة وطارق عبد المنعم، وجميعهم ينتمون لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية. مصدر أمني ذكر أن عملية الاعتقال تمت في منطقة وادي العلاق بأسوان، وإن المقبوض عليهم كانوا في طريقهم للسودان حسب وصفه، فيما قال مصدر بحزب البناء والتنمية إن النيابة العسكرية في أسوان تتولى التحقيق مع قياداته. حزب البناء والتنمية اعتبر الواقعة عملية اعتقال، فيما وصف طارق الزمر رئيس الحزب الحادث بأنه إفلاس سياسي يعكس شعور سلطات الانقلاب بالعجز. لكن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أركان حرب محمد سمير كان قد نشر فجر الاثنين على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، نشر بيانا غير دقيق نقلته عنه وسائل إعلام مصرية، قال فيه إن قوات حرس الحدود تمكنت مساء الأحد من القبض على 5 أفراد ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد على حد وصفه. التحالف الوطني لدعم الشرعية قال إن القيادات هي المجموعة الثانية التي يتم القبض عليها من قياداته، بعد القبض خلال الأيام الماضية على 3 قيادات هم مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف وأمين حزب الاستقلال المعارض المحبوس بسجن ترة، ومجدي حسين رئيس حزب الاستقلال، وحسام خلف أمين صندوق حزب الوسط. وكان تحالف دعم الشرعية قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لرفضه قانون الانتخابات والأجواء الحالية وتطورات المشهد السياسي الذي لا يتوافر فيه مناخ ديمقراطي، إضافة لعدم اعتراف التحالف بالإجراءات التي تتخذها سلطات الانقلاب والتي يعتبرها غير شرعية. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. ماذا تعني هذه الخطوة، القبض على هذا العدد من قيادات الجماعة الإسلامية ثم يخرج المتحدث العسكري ويقول إن هم قيادات إخوانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الخطة الأمنية التي تدار بها مصر الآن، لأن مصر الآن ليس فيها سياسة بالمطلق، وأن كل ما يجري هو إجراءات أمنية بيقوم عليها قائد الانقلاب نفسه وكل أجهزته وكل أزرعه كلها في هذا الاتجاه، حتى الزراع الإعلامي هو زراع أمني مخابراتي بشكل واضح. وفي هذا الإطار نفسر ليه بدأ يستهدف هذه القيادات. هذه القيادات في الحقيقة هي قيادات نشطة وفاعلة داخل حزب البناء والتنمية، لكنها أيضا نشطة وفاعلة داخل هيكل القيادة للتحالف، ولهذا فهي الضربة موجهة بالأساس للتحالف أكثر ما هي موجهة لحزب البناء والتنمية. لأنه سبق ذلك الدكتور مجدي قرقر والأستاذ مجدي أحمد حسين. بالضبط كده، واضح أن الهيكل. وعايز أقول في الحقيقة أن هؤلاء، طب أنتوا فهمتوا الرسالة دي على أنها إيه بقى؟ بس عايز أقول الأول لماذا استهدف هذا الهيكل التحالف. في الحقيقة هذا الهيكل هو مجموعة من الأبطال نجحوا في أن يوجعوا الانقلاب ويوجهوا إليه عدة ضربات قاتلة، منها القدرة على قيادة الحراك الشعبي حتى هذه اللحظة بهذا الأداء مقاطع النظير، منها أيضا
الوصول لهذا الشكل من مقاطعة الانتخابات الرئاسية. مقاطعة الانتخابات الرئاسية تعتبر من أكثر الضربات الشعبية المؤلمة للنظام الانقلابي كله. لكن هذا أمر يعني قابل للجدل، إنه هو هل ده هل الناس قطعت انتخابات الرئاسة علشان التحالف قال لهم قطعوا ولا هم قطعوا لأنه هو حس إنه كل حاجة رجعت زي الأول وملهاش علاقة بالتحالف؟ حتى التحالف قال لهم روحوا ما كانوش على الأقل رسميا الصوت الأعلى والأوضح في الشارع المصري الذي كان يدعو لهذه المقاطعة هو التحالف رغم كل الضغوط التي بورست عليه في هذه الفترة. أما فيما يتعلق بقيادة الحراك الشعبي فمن الواضح أن التحالف لا يقود الحراك الشعبي، لأن التحالف بشكل واضح يوجه قال الحراك الشعبي يعني مكة أدرى أهل مكة أدرى بشعبها، وكل ناس في منطقة هم اللي بيقودوا. لكن الغطاء السياسي للحراك الشعبي هو غطاء التحالف الذي يدعو الآن للخروج كل يوم، حتى لو في البيانات في التصريحات انا هنا هو بقول لك انا بدعو الشعب المصري لاستمرار رفض هذا الانقلاب بالحراك الشعبي السلمي. طيب. المتواصل دلوقتي في ثلاثه من قيادات الجماعه الاسلاميه تم اعتقالهم في رحلتهم للخروج من مصر عن طريق السودان، والجماعه الاسلاميه يعني شئنا ما بين لها تاريخ عنيف في مصر. وانا تحدثت وحضرتك كنت شاهد على هذا الحديث مع الشيخ عبود الزمر، متى ستعودون للعنف؟ سألته متى ستعودون للعنف، وده كان في مارس 2011. فقال بشكل واضح لا داعي للعودة للعنف، لأنه احنا لجأنا للعنف لأنه كان هنالك انغلاق سياسي، أما وقد زال الانغلاق السياسي فلا داعي للعنف. الآن عدنا إلى الانغلاق السياسي، هل هنالك داعي للعنف الآن؟ هل شباب الجماعة الإسلامية والتيار الإسلامي أصبحوا الآن بعد اعتقال قياداتهم من الإخوان ومن الجماعة الإسلامية ومن غيرهم أصبحوا الآن أكثر إيمانا بالعنف كسبيل وحيد للتغيير في مصر؟ هو من اللافت للنظر ومن الطريف أيضا أن هذا الجيل المؤسس لحزب نوع التنمية عوقب مرتين قبل كده لاستخدام العنف، الأولى في بداية التمينات حينما قرر أن يواجه استبداد السادات وقمعه لكل القوى السياسية بالعنف، والمرة الثانية في بداية التسعينات أيضا لما تغولت سلطة مبارك واستهدف الجماعة الإسلامية بشراسة وبقوة فقررت أيضا أن ترد عليه بعنف، فالمرتين عقبت الجماعة الإسلامية. هذه المرة الجماعة الإسلامية وحزب نوع التنمية يعاقب لعدم استخدام العنف، يعني لا كده عاجب ولا كده عاجب، ودي مشكلة النظام السياسي الاستبدادي الحاكم الآن. لكن أتصور أن مجريات الأحداث منذ ثورة يناير حتى الآن فرضت خريطة سياسية في مصر ورأي في المنطقة العربية كلها، وطرحت أدوات للتغيير السياسي والشعبي في تقديري أقوى 100 مرة من استخدام العنف. العنف مهما كان مداه بينجح في الإطاحة برئيس أو قتل مجموعة رموز أو استبعاد مجموعة من الظلمة والفجرة في الأجهزة الأمنية، لكن في النهاية بيبقى النظام، بقاء النظام هذا هو الكارثة. يعني ما قتل السادات هل تم الإضاحة بالنظام؟ لا، بقي النظام. استهدفت كثير من القيادات الأمنية بما فيها مدير إدارة جهاز أمن الدولة في مصر في سنة 94، هل تم إزالة هذا الجهاز أو تفكيكه؟ أبدا، بقي الجهاز بنفس القوة بنفس الشراسة. في تصورنا أن لكن ده أنتوا لأن أنتوا جربتوا العنف في مرتين وعرفتوا النتيجة، لكن في شباب دلوقتي بعيد عنكم مش بيشوفكم بشكل دائم، ما بيختلطش بحد لأن كل قيادته مغيبة، هذا الشباب بيشوف القتل بعينيه كل يوم، بيشوف الاغتصاب في اخواته، بيشوف ان هو كل ما بيطلع بيتضرب عليه نار سواء من بلطجية او من داخلية. هذا الشباب هل سيكون مؤمنا بسلمية زي ما انتم بعد عقدين من الزمان امنتم بسلمية التغيير؟ انا عايز اقول لهم اقتدوا بتجربتنا، احنا فعلا في التسعينات كان احد الدوافع الرئيسية هو هذا الظلم الممنهج والتعذيب والقتل خارج القانون وقتل الشباب على المنابر، منبر المسجد كان بيقتل عليه الشباب، تخيل شاب بيقتل على المنبر بيضرب بالمدير الاهلي وعلى المنبر، القتل في الزراعات، القتل في الطرق والتمثيل بالجثث، كل هذه الاجراءات كانت استدعت هذا الرد. لكن الحصيل النهائي ما هي؟ استفاد النظام في تكريس وجوده، في تطوير قوانينه الاستبداديه والاستثنائيه، حاصر كل القوى السياسيه والمعارضه. لهذا نحن نقرر وقف العمل المسلح عام 97 كنا ندرك أننا نصدر أزمة للنظام السياسي، لأن كان جامع وراء كل القوى السياسية، القوى السياسية بتاع جبهة الإنقاذ دي كلها كانت واقفة وراء مبارك لدعم استبداده، وقفوا معاه في مواجهتنا في هذه المرحلة. إحنا قلنا ما نفك هذا الصدام المسلح، هذه القوى ستبدأ تبحث عن مساحات للحركة السياسية ومن ثم ستبدأ تختلف مع النظام السياسي. صحيح هي قوة بليدة شوية،
عمال ما خدت وقت وبدات تتحرك، وصل لحد 2010 لحد ما بدات تحس ان النظام ده يعني بيضربها كل يوم وهي مش واخده بالها، بدات خدت وقت طويل. لكن كنا نتصور ان الموضوع ممكن يكون اسرع من كده، ان سيحدث خلاف رئيسي بين مبارك وبين كل اعوان ومناصري في مواجهتنا في هذه المرحله، فتاخر هذا الخلاف الى ان وصلنا لثوره يناير. انا عايز اقول ان النظام القائم الان، يمكن كلام السيسي الاخير بدا يدي انطباع لهذا، بيتكلم عن نظام 40 سنه. نحن لازلنا حتى هذه اللحظة يحكمنا محمد أنور السادات. النظام اللي أسسه السادات في بعد حرب أكتوبر هو النظام الذي يحكم مصر حتى هذه اللحظة. والنظام ده تأسس بين كيسنجر والسادات، وقعدوا القعدة الظريفة مع بعض ورتبوا وستفوا كل الأجهزة وكل الإجراءات السياسية الخارجية والداخلية. هذه الإجراءات ناشئة حتى الآن، وفي ضوء هذه الإجراءات تم تعيين مبارك نائبا لرئيس الجمهورية، يعني بحيث لما يختفي السادات يبقى هيكمل مبارك بنفس المسار. يعني الرأية السلبية التي ترفعونها دكتور طارق الزمر ليست الرأية الوحيدة المرفوعة الآن في مصر، هنالك من يرفع رأية أخرى يقول إحنا قلنا لكم، القاعدة قالت إحنا قلنا لكم، أنصار بيت المقدس قالت إحنا قلنا لكم ان الناس دي ما ينفعش معاها السلميه، داعش الان بتقول احنا قلنا لكم. يعني هنالك رايه اخرى ترفع انه هذه الانظمه لا يصلح معها السلميه، وهي رايه جذابه لقطاع كبير من الشباب. ما انا عايز اقول لك طبعا انا اعذر كل الشباب الغاضب الان والناقم والسائر والذي لديه كافه المبررات للخروج المسلح على هذا الظلم البشع الذي يتعرض له الفتيات قبل الشباب طب تقول ايه للشباب والرجال اللي هو شايف هذه الرايه التي تتبنى العنف كسبيل للتغيير وكسبيل وحيد دلوقتي بعد انتكاسه الربيع العربي، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان هذا النظام لن يتغير بالعنف، ولو كان يمكن ان يتغير بالعنف لتغير في ظروف اخرى كانت افضل من هذه الظروف، منها ظروف 81 ومنها ظروف التسعينات، كانت افضل من هذا الظرف الحالي الذي نزلت فيه القوات المسلحه بكافه امكانياتها في الشارع، فضلا ان احنا لدينا قوه استراتيجيه ضاربه سنخسرها لو لجانا بالعنف، وهي قوه الشعب الشارع والشعب. الاستراتيجيه العمل المسلح تختلف تماما عن استراتيجيه العمل الشعبي السوري. طيب احنا اذا وجدت هذه تختفي الثانيه على طول. معنا ايضا عبر الهاتف من القاهره السيد عادل معوض المحامي والمستشار القانوني لحزب البناء والتنمية. حدثنا سيد عادل عن الملابسات القابضة على الدكتور صفوت عبد الغني وقيادات الجماعة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بداية أحيي بحضرتك وأحيي بضيفك الكريم الدكتور طارق الزمر. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم وجمعكم، كنتم مطابة جمعكم الكريم. اللهم بالنسبة لملابسات القبض على الدكتور صفوت عبد الغني والدكتور علاء أبو النصر والدكتور رمضان جمعة، جميعهم تم التحقيق معهم اليوم بمقر النيابة العسكرية بمدينة أسوان. وكانت التهمة الموجهة إليهم هي التواجد بمنطقة عسكرية يحصر تواجد المدنيين بها. بينما جاءت أخوان الدكتور صفوت ومن معه جميعا على أنهم كان تم القبض عليهم من محافظة أسوان فور نزولهم في الساعة 9:30 من صباح يوم الأحد، حيث انهم كانوا في رحله تفقديه لقواعد الحزب ومقراته ومتابعه نشاط الحزب في محافظه اسوان وفي مراكزها، هذا حسبما قرر به الجميع امام. لكن يعني يصعب تصديق انهم كانوا في اسوان لتفقد قواعد الحزب، يعني الاميل الى التصديق لدى من يشاهد الان انهم كانوا في اسوان لأنهم كانوا يريدون الهروب إلى السودان. هذا ما جاء من وسائل الإعلام التي تحاول أن تسبغ على هذه المحاولة أنها كانت محاولة هروب، بينما نجد أن التهمة الموجهة إليهم ليست هذه التهمة، وهذا هو الكلام الحقيقي هو عين الاتهام الموجه إلى الدكتور صفوت ومن معه. فلو كانت التهمة محاولة الهروب خارج البلاد لكانت قدموا إلى النيابة العسكرية بهذه التهمة، وكان هذا الأمر حقيقا. وطبقا لما هو ثابت من المحاضر الرسمية فإن التهمة الموجهة إليهم هو التواجد بمنطقة يحظر تواجد المدنيين بها، وهذه إن صحت تصدق على كل من تواجد بأي وقت. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن محاكمة عسكرية وليست محاكمة أمام قاضي طبيعي، يعني هي مش فارقة كتير، بس دي محاكمة عسكرية على أي الأحوال.
المحاكمه العسكريه، حضرتك بتتكلم عن المحاكمه العسكريه، بتتكلم عن التهم الموجهه وعلى كبير. حضرتك بتقول لي يصعب تصديق انه كان تجاره تفقديه، هذا هو ما كان ما جاء على اقوالهم، وهذا طيب هو أشكرك. اعترافهم امام هيئه التحقيق، وليس هناك ما يصدق الاخبار التي نشرت من انهم كانوا في محاوله الهروب، حيث شكرا. ان الدكتور صفت عبد الله. شكرا جزيلا عادل معوض المستشار القانوني لحزب البناء والتنميه. مش عارف معانا الاستاذ مجدي سالم ايضا احد قيادات تحالف دعم الشرعيه ولا لا، لكن نشوف ايضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي سريعا ايه تعليقاتهم على اعتقال قيادات تحالف دعم الشرعيه. تفضل. نعم شكرا زين. سالنا المشاهدين حول موضوع اعتقال بعض قيادات الحزب اعتقال بعض رموز التحالف لدعم الشرعيه، هل ينهي هذا اي فرصه للمصالحه ام لا؟ فكانت الاراء لاحمد يقول أي مصالحة مع ناس القسم بالله عندهم مجرد كلمة، والقتل عندهم مجرد اصطياد إنسان ولو كأنه حيوان مش إنسان. هذا رأي أحمد. تعليق لأحمد الماهر يقول صعب جدا يكون في مصالحة من الأساس. أما تعليق لمحمد يقول ومن قال أن نظام السيسي يريد مصالحة؟ نظام السيسي لا يريد إلا شقاقا وخرابا وحربا على الإرهاب المستمر حتى يجد مبررا لبقائه. نذهب لتويتر سريعا. وعلي مصطفى يقول اصلا ما فيش فرص لاي مصالحه، الحل الوحيد اللي هنقبل او اللي هنقبل به هو اسقاط دوله السيسي ومحاكمته هو هو واللي ساعده وعوده الشرعيه الدستوريه بالكامل. اخر التعليقات لهذا المشارك يقول هذا دليل على تخبط دوله السيسي البوليسيه، تريد الضغط على الاسلاميين للمشاركه بالانتخابات امام الراي العالمي ليثبتوا شرعية ما يفعلون. شكرا جزيلا لك عمر فياض. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور طارق الزمر. كثير الآن من قيادات تحالف دعم الشرعية تم اعتقاله، ما مصير التحالف الآن؟ أنا أعتقد أن الهيكل القيادي اللي تم اعتقاله الآن أبلغ رسالته للمجتمع وللشارع، واستطاع أن يفرز كوادر شبابية تكاد تكون هي المتحركة أو المتحكمة في الشارع هذا. يعني غيابهم لن يؤثر على الحراك الثوري في الشارع. لكن عايز أقول الهدف من غيابهم هو فعلا هو جر الناس للعنف، لكن هم في تقديري أسسوا قواعد للحراك الآن موجودة بقوة ستكمل نفس المسار المنهك للانقلاب على المدى الطويل إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية. وما زلنا معكم مشاهدينا في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. محكمة الأمور المستعجلة تلغي حكما سابقا لها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات. قوى ثورية تنتقد القرار وتراه متوقعا ويمهد لدخول رموز الحزب الانتخابات البرلمانية. وحزب النور يؤيده ويؤكد حق قيادات الوطني في العودة للحياة السياسية.